الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل بعد أن ذكر فضل قراءة القرآن وحفظ القرآن والأمر بتعاهده واستحباب تحسين الصوت به والاستماع له، ذكر هذا الباب باب الحث على سور وآيات مخصوصة، فعمم أولا ثم خصص بعد ذلك. فلا شك أن قراءة القرآن لها فضل عظيم كما مر علينا، ولكن هناك سور، هناك آيات لها فضل مخصوص، والله سبحانه وتعالى فضل بين هذه الآيات وهذه السور، كما فضل الله سبحانه وتعالى بين الرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، كذلك القرآن. القرآن كله فاضل، كله كلام الله، ولكن هناك سور أعظم من سور، هناك آيات أعظم من آيات. فلذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان بعض السور والآيات المخصوصة التي جاء فيها فضل مخصوص، ومن ذلك هذه السورة، سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن، أعظم سور القرآن على الإطلاق، لما فيها من المعاني العظيمة والآيات الجليلة. فيها توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفيها ذكر المعاد، وفيها بيان الطريق المستقيم والهداية من طريق المغضوب عليهم ولا الضالين، فهي اشتملت على معاني القرآن، فلذلك هي أعظم سور القرآن على الإطلاق. وفي هذا الحديث، حديث أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ كانوا في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة؟ فإذا الذي قال أنها أعظم سورة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال له: ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، يقول ابن المعلى رضي الله عنه قال: فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي أن يعلمه، فقال له: إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وكما في سورة الحجر: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذه السبع المثاني والقرآن العظيم سورة الفاتحة، سميت سبعا لأنها سبع آيات من غير البسملة، سبع آيات من غير البسملة على أصح قولي أهل العلم. وسميت بالمثاني لأنها تثنى في الصلوات فرضا ونفلا، فتقرأ بالدوام، فسميت بالمثاني لأنها تثنى أي تكرر، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم. ومعنى القرآن العظيم أنها هي القرآن العظيم، أن معاني القرآن جملة تعود إلى سورة الفاتحة، فمعاني القرآن جملة مردها إلى هذه السورة العظيمة. لذلك على المسلم أن يعتني بسورة الفاتحة عناية عظيمة في تفهم معانيها ومعرفة أسرارها وأحكامها وما يتعلق بها، لأنك
تكررها كل يوم وليلة لا تنفك منها حتى تموت. هذه السورة لا تنفك منها حتى تموت ولا تصح لك صلاة إلا بها. فلذلك على المسلم أن يعتني بها عناية عظيمة. فليس هناك سورة في القرآن لها هذه الميزة مثل سورة الفاتحة أنها تكرر في كل يوم. يجب عليك أن تكررها في كل يوم لأنك تصلي، فلا بد إذا صليت أن تقرأها، لأنها ركن في حق الإمام والمنفرد وواجبة في حق المأموم، فلا بد من الإتيان بها. وهذه خصيصة عظيمة لهذه السورة العظيمة. وأعظم ما يكون فيها من استشعار، استشعار الثناء على الله ثم الدعاء وانتظار الإجابة. فلذلك الغالب من الناس أنهم يقرؤونها قراءة لا يتفكرون فيها، لكن لو قرأتها بإخلاص وبحضور قلب وأنك حقيقة تثني على الله سبحانه وتعالى وتمجده بما هو أهل له، وأنك تطلب منه سبحانه وتعالى الهداية صادقا من قلبك، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك على كل حرف قرأت به هذه السورة ودعوت الله سبحانه وتعالى به، كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في آخر حديث في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد، يعني سورة الإخلاص، والذي نفسي بيده. انظر، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه، أي عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال: إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ورواه البخاري في صحيح معلقة. هذه الأحاديث كلها في فضل هذه السورة العظيمة، أنها تعدل ثلث القرآن في الأجر وفي الجزاء، ولا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء، تعدله في الثواب والجزاء في الأجر والمثوبة، ولكن لا تجزى عن ثلث القرآن. لذلك لو قرأها المسلم في صلاته ولم يقرأ الفاتحة لم تصح منه الفاتحة، لم تصح منه الصلاة، لأنها لا تجزى عن الفاتحة، ولكنها تأخذ المثوبة والأجر كأنك قرأت ثلث القرآن. وهذه فضيلة عظيمة لا يفرط فيها إلا محروم. فتقرأ هذه السورة ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن كاملا في الأجر والمثوبة. وانظر كيف الناس تفرط في مثل هذه الأجور العظيمة. وفي هذه الأحاديث مشروعية ترديد هذه السورة، ترديدها مشروع استزادة بفضل والثواب، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. انظر، قال إيش؟ يرددها. فتردد هذه السورة مشروع وله أصل كما في هذا الحديث، لأنها تعدل ثلث القرآن، فيستكثر منها المسلم، يستكثر من الأجر والمثوبة. قال: فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك الرجل، وكان يتقال لها، يعني يتقال الأجر والمثوبة عليها، لأنه لا يعلم هذا الفضل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. فبين له الأجر العظيم على هذه السورة. وأيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: يعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة. فإذا هذه مشروعية قراءة القرآن في الليل، وأيضا فيه مشروعية قراءة هذه السورة في الليل، ومشروعية قراءتها في صلاة الليل، وخصوصا في صلاة الوتر. إذا أوتر المسلم يستحب له أن يقرأ هذه السورة، فهذا فضل عظيم في قراءة هذه السورة العظيمة أنها تعدل ثلث القرآن. فعلى المسلم أن يقرأها ما استطاع، ولكن لا
يكون هذا سببا في عدم ختمه للقرآن قراءة أو حفظا، فيقرأ القرآن ويستكثر من هذه السورة لما فيها من أجر عظيم. في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحب هذه السورة، يعني قل هو الله أحد، فقال: إن حبها أدخلك الجنة. وهذه فضيلة أيضا عظيمة لهذه السورة، أن من أحبها بإخلاص وصدق لما فيها من الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإن هذا يكون سبب في دخول الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا، وأن يجعله سبحانه وتعالى حجة لنا لا علينا وشفيعا لنا في ذلك اليوم العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.